أسامة النصير من يتحمل المسؤولية؟ هو اللي واخد زمام ما نبقاوش نتخباو. ما عندوش فلوس باش يسير شاب محمد. أسامة ما عندوش الكفاءة وما عندوش مشاريع باش يسير. ماشي ولد فارق. ولد فارق هو اللي يلعب فيها. هذاك ولد فرقة. اللي يلعب فيها ولد فرقة. تقول العراق عبد الطيف ولد فارق. بيبي مينيم كادي سنيور. ولد فرقة. أسامة ماشي ولد فرقة. بشير السامس العراقي. تحية ليك سي خالد. صراحة اكيد اكيد. تقول لنا هاد الوقفه الاحتجاجيه الحاشده امام عمليه محمديه والغير مسبوقه بهذا الشكل؟ اولا كنبغي نشكر المجموعه ديال باندا غوزا، كنبغي نشكر كاع الشبابيه الغايرين، كنشكر كذلك بعض اللاعبين ولا بعض قدماء اللاعبين اللي جاوا اللي كيحماقوا على الشباب. كنبغي نشكر كل رجال الامن السلطات اللي صراحه الحمد لله كاينه هذه الوقفه لسلميه، وقفه احتجاجيه من اجل استقاله المكتب المسير ديال الشباب المحمديه وعلى راسهم اسامه الناصري. الناس ما عطاو حتى حاجه للمحمديه، بالعكس الشباب المحمدي غادي الهويه. الجمهور والمحبين والعاشقين ديال الشباب المحمديه في جل المدن المغربيه داخل المغرب وخارج المغرب اكيد تما باغي نفوزوا ببطولات، باغي نشوفوا فرقتنا، باغي نشوفوا وليداتنا تلعبوا، باغي نشوفوا المحمديه. كاين واحد الرواج على المستوى الكروي اكيد. اتحاد المحمديه في العصبه الحمد لله طلعت للدوزيام هوات. اليوم شباب المحمديه في ايادي غير امنه. الشباب اليوم الا ما تخلصتش واحد جوج المليار وما كانش واحد 15 عقد احترافي اكيد الفرقه طيح الهوات بقرار من الفيفا. فلهذا جينا اليوم باش نحتاجوا امام اعلى السلطه في مدينه المحمديه اللي هو السيد العامل مشكور على حب واحترام الناس المحمديه. بغينا نوصلوا الميساج ديالنا كلاعبين كجمهور كساكنه، ما باغينش المكتب الحالي ديال الشباب المحمديه وعلى راسه اسامه الناصري لانه ما عطى حتى اضافه للشباب. ما كتشوفش السي العراقي بان هذه الوقفه الاحتجاجيه جات شويه معطله؟ لا بالعكس، هذا هو وقتها صراحه. كنا ننتظروا نهايه الموسم، كنا كننتظروا نهايه الموسم باش ما يقولكش كيشوشوا على اللعابه ولا على الفريق، ربما تطيح الفرقه يلصقوها فينا. بالعكس الجمهور باندا غوزا والجمهور الشبابي اختاروا هذا الوقت. هذه وقفه سلميه، ما باغي نصداع، ما باغي مشاكل، ما كنسبوا ما كنعيروا، فقط بغينا نوصلوا صوتنا الى السلطات العليا، الى السيد عامل، بغينا صاحب جلاله محمد السادس نصره الله الرياضي الاول في البلاد كذلك يعرف بان سيدنا كيبغي الكره وتيبغي الرياضه. هاد الناس هادو في المحمديه للاسف الشديد كنهضر على المسيرين ديال الشباب غادين غير التيار او غادين عكس التيار. كيفاش ما اللعابه اليوم كيجيو مجموعه من اللاعبين، فينا هما؟ فينا هما اللعابه؟ المحمديه القدماء اللاعبين مهمشين، الناس المحمديه قول لي شي، كنجيبوا مدربين خارج المحمديه، كنجيبوا فعاليه خارج المحمديه ولا ولاد المحمديه ما كاينينش؟ بالله عليكم المحمديه ما لعب فيها حتى واحد الكره، لعابه دوليين، عندنا احسن لاعب لعب اللي يدى الكره الذهبيه، احسن لاعب اللي يدى بطوله ادى الكره الذهبيه سيدي احمد فارس، عسيله الله يرحمه اليوم المناسبه الذكرى الاولى لوفاه عسيله، واش شفتوا شي حاجه؟ شفتوا المحمديه هذا المكتب المسير ديال الشباب ولا الناس ديال المحمديه داروا شي حاجه ذكرى تأبين عسيل الله يرحمه؟ عندنا المحمديه ثقافه اعتراف منعدمه، المحمديه مشات الهاويه. لهذا درنا هذه الوقفه من اجل نوصلوا الصوت ديالنا الى السلطات، سيد عامل، نوصلوا رساله كذلك رئيس الجامعه لكره القدم سي بلقشور بان المحمديه وشباب المحمديه في ايادي غير امنه. كيتحمل المسؤوليه كامله على هذا الشيء اللي وقع للشباب المحمديه كما كتعرف سي هشام عثمان طلع الفرقه كما كيقولوا واسامه الناصري كمل على المشوار ولكن الفرقه كما كتعرفوا غادي في الهاويه. اسامه الناصري من يتحمل المسؤوليه؟ هو اللي واخد زمام ما نبقاوش نتخباو. اسامه الناصري من يتحمل مسؤوليه تدهور الشباب المحمديه في كل شيء؟ اولا أسامة ما عندوش فلوس باش يسير شباب محمدي. أسامة ما عندوش الكفاءة وما عندوش مشاريع باش يسير. ولكن لاعب الفريق. شكون قال لك ولد فرقة؟ هذه أنت ماشي ولد فريق، ولد فريق هو اللي يلعب فيها. هذاك ولد فرقة اللي يلعب فيها ولد فرقة. تقول العراق عبد الطيف ولد فريق بيبي مينيم كادي سنيور. ولد فرقة. أسامة ماشي ولد فرقة. أكل وشرب على ظهر الفرقة. باه شباب محمدي ماشي ورث. باه سنوات والشباب ماذا استفدنا من بات اسامه الناصري؟ استفدنا ما عمرو عاون لعابه في الدبلومات، ما عمرو عاون لعاب حتى حاجه. يلا قول لي ياك اكبر واحد غير مرغوب فيه في شباب محمدي هو محمد الناصري. انا نقول لك قدامه حتى واحد ما كان كيبغيه، كل شيء كان كيطالب، ولكن للاسف محمديه فيها رجاله كيخوافه. ملي كيجي الاب الناصري كيدير استاذ كيبدا يستعطفوا فيه،
ولكن اليوم اليوم الحمد لله كاينين الرجال، اليوم كاينين لعابه رجال، راه ماشي كلشي كيتخبى وما كاينش كلشي خواف وما كاينش كلشي كيتكاشى. الحمد لله حنا رجال رباتنا الشباب وغنبقاو شبابيين الى الى حتى حتى يديموا الامانه امانته ان شاء الله. مؤخرا سي اسامه قال في حوار صحفي اللي قال السيده بارده يدير يدو فيها اللي شاف راسكم على الشباب المحمدي يتقدم. وتحيد انت حيد انت الشباب ماشي ديالك، الشباب ماشي ورد باه خلى لك باك باك لا وشرا فيها مشى بحالاته وانت تسير تبعو. كيفاش العصيده فيها ولا انت زعما كاش كتعرف تسير؟ انت زعماك امتى كنتي مسير؟ دائما كنتي معارض. على 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 اللي كيقول بحال هكا راه خدا الشيك من عند زيريت فيه 110 مليون، راه باع الشباب 110 مليون، راه خدا الشيكات وكان كيفرقوا على عباد الله. فين هما الشيكات ديال لا سمير؟ لا بغيتي نجبدوا، فين هما الشيكات ديال لا سمير اللي كان كل اسبوع كياخذ 10 مليون من لا سمير؟ فين هما؟ فين هما؟ استفاد اسامه الناصري، استرزق على دار الشباب بشي بحالات. انت دابا عباد الله ما كتسمعش يقولوا الرحيل والمحاسبه، بغينا السيد العامل الرحيل والمحاسبه، ما بغيناش الرحيل، الرحيل والمحاسبه باش نعرفوا كل درهم فين مشى. لان حب الفنادق وحب السيارات الفخمه وحب التبخبيخ مشى. اليوم كاين محاسبه، بغينا السيد العامل ما يمشي حتى واحد، كل شيء يتحاسب، يا لعيب يا يا يا, يا مسير. المنحه اللي كيطالب بها المكسب ديال اللي محجوزه في العماله ديال المحمديه، واش مع ان السيد العامل يعطيها؟ اولا كنبغي كنبغي نشكر السيد العامل الله يرحم ليه الوالدين، انا بغيتو ما يعطيه حتى ريال، الا عطاها راه مشات، غتمشى في الجيوب، غيمشي يخسروا على بعضياتهم في في القصير وفي الوطيلات، مال الدواء طابو، حنا كنعرفوا كل شيء، كل شيء عندنا. انا كنتمنى من السيد العامل وانا عارفه ما كيعطي تاديره في فلوس الشعب هادي اللي غتعطى. انا برافو سيد عامل، شكرا ليه. اولا ما خلاش الفلوس ديال الشعب تمشي لبعض اللي كيسميو رؤوسهم مسيرين، برافو عليه. واليوم نطالب بالتغيير والمحاسبه ونطالب كذلك. كاينين المحمدي فيها رجالات، على المحمدي ما فيهاش رجال، فيها رجال فقط. اسامه يحيد بحالاته وراه غيبانوا الرجال. هل من بديل؟ عطى الله. شوف 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 انا ما عنديش واحد الاسم، ما عنديش اسم. شي غدا يجي اكس ولا يكريك مرحبا به، احنا ما عندناش مشكل. احنا حيد اسامه الناصري لانه لا يشرفنا اسامه الناصري كون رئيس، لا يشرفنا. شباب المحمدي واش خاصه واحد مشكوره ولا واحد عنده خطط عمل، عنده خطط طارئه؟ خاص شوف خاص ولاد المحمدي كنا نتعاونوا، لعابه جمهور اغنياء المدينه اللي كلاو وشربوا على ظهر المدينه اللي استافدوا من المدينه، كنا نتعاونوا نديروا كوتيزاس ونتعاونوا ونحيدوا هذا المنع. والشباب ترجع المكانه والطبيعه ديال الشباب المحمدي، عدا جمهور. اجي نرجعوا ايامات كان كيحبس العراقي كان كدخل 15 20 الف متفرج، وكنتي السي خالد كتجي تفرج، كلشي كان كيجي يتفرج. علاش كان جمهور؟ لان كانت القلوب صافيه، كانت لا سمير، كان منجور الله يشافيه، وكان السي عبد العزيز الامام الله يرحمه، كان السي بوعلي، كانوا رؤساء النزهاء ماشي الشفاره اللي كيدي. هادو كانوا كان كيجي الجمهور، اما الجمهور مابقاش كيجي لان كان كاين شفاره في الفرقه دابا. شكرا سي العراق. تحيه ليك سي خالد. عليكم السلام. عليك السلام اختي. انت شبابي حر. انا شبابي حر. من امتى؟ من السبعينات. من السبعينات. شنو تقولين على الوقفه اللي كاينه؟ هاد الوقفه احتجاجيه كنطلبوا هاد الناس عطور اللي غيدخلوا يدخلوا بالخير وبالتيسير، وكنطلبوا وانا غاني التعريف، وانا انسان محبوب لاي جماهير المحمديه. كنطلبوا بالشباب، بغينا تزيد شويه لقدام، وبغيناها تكون بحال الفرق. علاش عاطي نجوم؟ نجوم بيا باش جبت كوب دافريك، وتفرجت انا اولا ما كنشوفش، تفرجت بايرن ميونخ مع الشباب هنا لعب بشير، وكنقول ديما الشباب شباب، وانا دائما شبابي، وكنحب الشباب واخا انسان كفيف. وكفيف راه ماشي كيشوف بقضيه عينه، بالقلب ديالو. القلب هو النظر، والنظر هو كل شيء. وكنتمنى الفريق ديالي ما تبقاش ما هو دابا هانوك، الناس اللي غيشدوها غيمشيو فاعل الخير غيزيدوا بها لقدام. قولي لنا كي كانت الشباب شحال هادي؟ وايا مات الشباب ما نكذبوش راسنا، كانت فراس وسيلة وحسين، راه كانت شباب شي حاجة ما نهضروش عليها. وانا فهاد الهضرة الانسان كتشوفوا به راه ماشي انا مهصل سنتي نوار، ولكن ما عطاتش الظروف باش نوصل نزيد ونبين بحال كما بين الشباب وعندها نجوم. والسلام عليكم. والاخ حميد خويا تو غياخذ مكالمه خوذه اختي. اش غنقول لك، انا جاي اليوم كنحج حج جميع الجمهور ديال الشباب المحمديه،
اليوم المكتب ما عندوش امكانيات، واليوم كلشي بالامكانيات في العالم كله، لا يمكن بلا امكانيات غادي. الا كانوا شي وحدين اللي عندهم الامكانيات اللهم الله يسهل، وديما شباب. انا رساله للمكتب الحالي، والمكتب الحالي لا ما عندوش الامكانيات يرحل، هذه ما تناقش، غنبقاو ما كاينش فلوس، ما تخلطش اللعابه، ما تخلطش البنات، ما هذه ما لا يمكن. حنا شباب محمديه، اللي بغيت نقول لك انا كنعيش في الخارج، عاد الجمهور ديالك كنشوفوا ديما الماتشات، ما كاينش شي ماتش ما نشوفوش في التلفزيون، الاكثريه كيشوفوا في القهوه والتلفزيون، اذا ما باغيش هاد الناس ما كنجيوش التيران. ايوا نتمنى هاد الوقفه تعطي التمور ديالها. كلمه اخيره، شنو كتمنى؟ فين كتمنى تشوف الشباب ان شاء الله مستقبلا؟ كنتمنوها من هاد العام ان شاء الله تتم خدها، ان شاء الله كنتمنوا من هاد العام العام الجاي حتى هنا خاصنا نشاركوا في كوب عرب، خاصنا ندو حتى هنا كوب، خاصنا ندو بطوله. راه الشباب راه كانت كدي بطولات ماشي ما كانتش كتدي، يلا باش غادي نقولوا هنا فرق اخرين خاصها تكون بحال بحال الفرق الاخرين. هذا كان بسميه عبد الرحمن. شكرا. لا شكرا لاختي. اولا شكرا لكم انتم محمديه بريس، يعني كفاعل جمعوي ومجتمع مدني، كنبغيو نشكروا الجمهور ديال الشباب المحمديه على هاد الوقفه هذه. كما عرفنا شنو وقع الشباب المحمديه قبل، ان كانت كتقلب على انها ما طيحش، الناس كيقلبوا على الرتبه الثالثه الرابعه الخامسه ولا البطوله، الشباب المحمديه مع الاسف الشديد كانوا كيقلبوا ان غير ما يطيحوش، اذا كيطالبوا الناس بان المكسب مسير باش يرحل وتكون واحد المحاسبه، ويكون واحد المكسب اللي هو نزيه وشريف، ويكون من ابناء مدينه المحمديه وحتى الاعيان والشركات ديال مدينه المحمديه، لان فريق الشباب المحمديه فريق كبير ماشي صغير. كنتمنى ان فريق الشباب المحمديه ما يكونش قنطره للناس باش يوصلوا للبرلمان ويوصلوا للجماعه ولا من الحشومه، لان الشباب المحمديه كما تنقولوا حنا راه كانت في فراس، كان عسيله، كانوا الناس اللي كنقولوا حنايا جابوا كاس افريقيا جابوه باش يجيو يديروا الشباب المحمديه قنطره، مع الاسف الشديد كنتاسفوا والله العظيم.